السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا مع عبد الرحيم طيبة. عبد الرحيم طيبة هذا فلاح، خي فلاح. نعم. فلاح أنا في المنطقة تراس الوات، وده الأرض جاية في كيف غراب، وكما راكم تشوفوا اليوم هم يحاسدوا وذاك منا وشوية تنبأت كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله عام زين. ماقري الجمرة والجفاف شوية، بصح الحمد لله الحمد لله أنا مع الحصاد، في هذه البداية تاع الحصاد إن شاء الله، وخيرات شوية القمح إن شاء الله، خيرات ربي إن شاء الله. ما قري الجمرة وهذه، بس أنا الحمد ربي. وش نقول لكم، إن شاء الله جبنا ربي عام زين إن شاء الله في المستقبل، و إن شاء الله إن شاء الله آمين. إن شاء الله ربي يعطينا قد نيتنا، إحنا نوينا وربي يعطينا قد نيتنا. وش نقول لك، والسلام ورحمة الله. يعطيك صحة أخويا. صحة.